أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت الولايات المتحدة دعمها جهود المبعوث الأممي ستيفاندي مستورا لحل قضية الصحراء الغربية. جاء ذلك بعد لقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس والسفير الأمريكي لدى الرباط بونيت تالوار مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وكانت جبهة البوليساريو اعتبرت في بيان أن المقترح المغربي لن يقود إلا إلى تعميق حالة الجمود وتقليص فرص التوصل إلى حل سلمي دائم بشأن قضية الصحراء الغربية. في إطار مواصلة البحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية، التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس والسفير الأمريكي لدى الرباط بونيت تالوار بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. السفارة الأمريكية في المغرب قالت في بيان إن هاريس جدد خلال اللقاء مع بوريطة تأكيد الولايات المتحدة على النظر إلى خطط الحكم الذاتي المغربية باعتبارها مقترحا جادا وذا مصداقية وواقعية ونهجا محتملا لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية. هاريس شدد أيضا على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الذي قام مؤخرا بزيارة للصحراء الغربية، هي الأولى من نوعها منذ تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر 2021. وزير الخارجية المغربي شدد من جانبه عقب لقائه مع دي مستورا على أن أي حل سياسي لقضية الصحراء الغربية ينبغي أن يقوم بشكل حصري على الخطط المغربية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. من جهته كان زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي قد انتقد عقب لقائه مع هاريس الأسبوع الماضي ما وصفها باللغة الفضفاضة عند التعامل مع قضية الصحراء، وقال إن هذه اللغة لن تقود إلا إلى تعميق حالة الجمود وتقليص فرص التوصل إلى حل سلمي دائم، بل وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وبينما يقترح المغرب حكما ذاتيا في الصحراء الغربية تحت سيادة الرباط، تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء برعاية الأمم المتحدة. انضم لنا من واشنطن باولو فون شيراك رئيس معهد السياسة العالمية. مرحبا بك سيد شيراك. ما حدود الممكن بالنسبة لواشنطن في مسألة الصحراء الغربية، وهل هي متأثرة بالموقف الأمريكي الذي صدر عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامه الأخيرة؟ And quite frankly, you know, if you look at what at the developments on the ground, you know, Dakhla, who is the main city of the region, is a booming town with an enormous amount of investments in billions of dollars, 250,000 inhabitants. They're building schools, they're building, you know, amenities and, you know, and what have you. It's a done deal. طيب دعني فقط ألخص سريعا ما قلته للتو ريثما يجهز الزملاء في الترجمة. حضرتك قلت بأن ما يجري الآن في أو أن الموقف الأمريكي هو موقف واقعي، وبأن ما يجري الآن على أرض الواقع من استثمارات ومن تحويل لهذه المنطقة خاصة في مدينة الداخلة التي تعتبر أكبر مدينة من استثمارات ورعاية للسكان هو استثنائي. هل باعتقادك سيد شيراك يمكن أن يوجد طريق يكسر حالة الجمود كما وصفتها البوليساريو، لأنها لا تريد مقترح الحكم الذاتي ولا المغرب مستعد أن يتخلى عن هذا المقترح الذي وصفته واشنطن بالجدية؟ Which unfortunately, as we know, does not have diplomatic relations with Morocco in large measures on account of this unresolved matter. And Polisario also has other elements of international support. But the reality is that the efforts that are being made and the investments and the level of participation and the fact that people are flowing into Dakhla, among other places, from other parts of Morocco, that tells you that if whatever you want to call it from a legal, from an international law standpoint, the integration is actually already happened. This is not a place that you have to say, well,
مكانا ستقول من شأنه لنرى وبعد ذلك ستتخذ القرارات. لقد اتخذت القرارات وأنا لا أقترح بأنه في مصلحة البوليساريو فليست في مصلحته، ولكن أعتقد بأن مسألة الحكم الذاتي هو نهج عقلاني يحترم الأثنيات المختلفة. لكنه نهج لا يحقق التوافق، يعني لا يحل الأزمة. هو قد يبدو من وجهة نظر المغرب أو قد يكون جادا بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للقوى الكبرى الأخرى في العالم، لكن لم يستطع أن يحرك المياه الراكدة دعنا نقول، أو يأتي بالبوليزاريو ومن يدعم البوليزاريو إن شئت الإشارة إلى ذلك، إلى أن يتحرك شيء في هذا الملف. ما يزال يراوح مكانه، بل أحيانا يأخذ مسارات أخطر مثل المواجهات التي وقعت بين الجبهة والمغرب في منطقة القرقارات. طبعا، وكما ذكرت للتو هذا منوط بالنهج الذي ترتهجه الدول الأخرى في المنطقة من حل هذه الأزمة، لا سيما الجزائر. لطالما تم توفير التمويل للبوليساريو من الجزائر ودول أخرى، سيقولون بأنهم لا يزالون قادرين على الصمود ويتشددوا في مواقفهم ويطالبوا بالمزيد وأن لا يلينوا هذه المواقف. المفاوضات يجب أن تكون فيها مقايدة وأن يغادر الجميع الطاولة بأنهم حصلوا على شيء، فلا يكون للطرف أن يحصل على كل شيء على حساب الطرف الآخر. بالنسبة لي يبدو بأن هذا الموقف المتشدد لا يعلله الموقف على الأرض. وقال لي أحد المسؤولين السابقين أنه كان في البوليساريو وهي مسألة خاسرة، وأنا هنا وأساهم في تطوير وتنمية شعبي وهو حاكم هذه المنطقة. طيب، كيف توفق الولايات المتحدة برأيك بين الموقفين أو بين المسارين؟ مسار أممي لا يعترف حتى الآن، ولكن يعتقدون بأن حريتهم قد انتزعت منهم. كيف توفق واشنطن بين المسألتين؟ دعم مسار أممي حتى الآن لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وموقف أمريكي يعتبر صراحة أو يعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء، وفتح حتى قنصلية أمريكية إلكترونية حتى الآن، مدخلا إلكترونيا لهذه القنصلية في إحدى مدن الصحراء. أنت محق، هذه المسألة لم يتم حلها، فهنالك دول عديدة لا تعترف بسيادة المغرب على هذه الأراضي، وهذه إشكالية. نحن نعرف أنه في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق ترامب، ومن أجل توفير تحفيزات للمغرب لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل، إدارة الرئيس السابق قامت بتوفير هذه التطمينات إلى المغرب، وبما في ذلك وعد بفتح قنصلية للولايات المتحدة في الدخلاء. لم يحدث بعد ذلك، فهو قنصلية فرضية تم السماح لها ولكن ليست بعد تشغيلية. ولكن الواقع هو بأن هنالك 8 قنصليات في الدخلاء تمثل دول أفريقية أخرى تعترف وتقر بسيادة المغرب، وهذه المسألة لم تحل بعد. ولا أدري إلى أي حد يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الصادق لتقربة الطرفين المغرب والجزائر، ولكن البوليساريو لا ينوجد دون دعم الجزائر، وعلينا أن نكون واقعيين بأن نعرف من يساعد من، وإن كان هنالك إمكانية لحل التوتر بين الجارتين فقد يكون هنالك تعاون لحل هذه المسألة الدائمة منذ عقود حتى الآن ولم تحل. فهي مسألة فيها الكثير من النزاع، والولايات المتحدة
قالت بأن خطة الحكم الذاتي هي واحدة من الخيارات. شكرا جزيلا لك. فالولايات المتحدة تترك مجالا للدبلوماسية الأمريكية. باولو فون شيراك رئيس معهد السياسة العالمية، شكرا جزيلا لك.